لكن بعد ما يطلق لسانه هيبقى هنتحاسب فرادى وهنمشي على الصراط لوحدنا وهنتحط في القبر لوحدنا. فيا رب يرزقنا حظ خير. قولي على موقف مش بتنسيه. انا اصبت بمرض كان صعب قوي. انا هي اكبر واحده في عيله حمزه وانا اكبر واحده. جات لي كان عندها يقين جدا امر عصانه يا رب انا بطلبش منك غير ان سوزان حمزه بتدعي ولادي صغيرين ان هتعيش بس ان شاء الله 20 سنه كمان. سفيت بامر الله بالدعاء والصدقات. حضرتك بنت عمها؟ انا بنت عمها اكبر واحده في عيله حمزه وهي اول واحده في عيله حمزه. عليك ما تخافيش اوعي تقنتي زراديد بقدري اعطيتك على قدر قدري فالاحتساب والصبر لانه امره نافذ فاصبري وتاخدي الاجر احسن على انك انت تقنتي وربنا رضاني وخفيه والحمد لله بكل اللي هي بتقولنا دايما تقول لنا اهم حاجه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه. كانت دايما تقول لنا صله الارحام هي دي الصله اللي بين العبد وربه. محدش عارف ممكن يعني انسان ممكن تدخل السرور عمرها ما كسرت خاطر الكلمه عمرها ما كسرت خاطر حد في العيله كلها. مؤثره في العيله كلها جدا كريمه مباشوشه. احنا شايفين النهارده يعني ثبات والتزام من جانب الاسره كلها برغم حزنهم الشديد الا انهم بيرددوا كلمات كلها الرغم يعني ان هي يعني هي فقدت اثنين من ولادها في عز شبابهم في حادثه شباب وسابوا اربع ايتام ماتوا في حادثه ولادها الاثنين لكنها كان عندها رضا ربنا بنى لها بيتين في الجنه. كانت دايما راضيه دايما راضيه بتقول امره دايما نافذ. اهدوا يا جماعه يا شيخ بيسيبوا الامر كله لله. كانت حاسه اللي حصلت كانت دايما عندها رضا ودايما عندها ثبات ودايما تقول احسن حاجه حب الله ورسوله. ايه الحاجه اللي مش ممكن تنسيها ليها؟ الكرم. كانت كريمه وكانت صبوره ولو انت عملت اي غلط في الدنيا اي حاجه تقول لك لا ربنا غفور رحيم. في الاعلام المصري دلوقتي بتشوف حد بيخطو على خطاها حاليا دلوقتي ولا مفيش؟ لا ما شفتش حد كده. كل الناس بتنفر. هي بتقول لك رب درهم صدق الف درهم رب ابتسامه يعني ممكن كلمه الانسان يخش الاسلام بكلمه ويطلع منها بكلمه يستحل فرج امراه بكلمه ويخرج منها بكلمه فالكلمه هي مؤثره. ما بتقليش من شان اي لا 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 تقول ما تعرفيش خفايا الذنوب وما تعرفيش هو كان حالته مع الله ايه لان ربنا ان احنا نحب بعض وان احنا نتراوح وان احنا نتمسك بالكتاب والسنه وان ما عند الله خير ما لا ينال الا بطاعته. البقاء لله ربنا يصبره. البقاء لله. شكرا. طبعا زي ما حضراتكم تابعتوا متابعينا الكرام يعني تشييع جثمان الاعلاميه من مسجد السيده نفيسه حاله من الحزن. سال الله تبارك وتعالى ان يرحمها ويلهم اهلها وزويها الصبر والسلوان.